السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا أحبابي؟ عاملين ايه؟ أتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب. فيديو النهاردة بإذن الله فيديو عظيم جدا ومميز جدا، وأتمنى أي حد يا جماعة بيتابع الفيديو ده يركز فيه جدا من أول دقيقة لحد آخر دقيقة، لأن فيديو النهاردة مهم جدا. وهكلمكم النهاردة بإذن الله على أسرار ومعجزات وبشائر سورة من أعظم سور القرآن الكريم، وهي سورة الفاتحة. سورة الفاتحة يا جماعة هي من السور العظيمة جدا في القرآن، واللي ليها أسرار ومعجزات كتيرة جدا. والنهاردة بإذن الله أنا هكلمكم على سر عظيم جدا خاص بسورة الفاتحة لقضاء الحاجات. لو أنت عندك حاجة بإذن الله ونفسك أن هي تتحقق، فبتفعل هذه الفائدة بنية قضاء حاجتك، وبإذن الله حاجتك تتحقق. كما أن من فوائد هذه السورة أيضا يا جماعة هي الشفاء العام. يعني ايه عبد الله الشفاء العام؟ يعني الشفاء باذن الله من كل داء، والشفاء من كل ازمه، وايضا الشفاء من الامراض الماديه والامراض الروحانيه للناس اللي عندها امراض في الشيء اللي هو في الواقع بتاعهم وعندهم امراض روحانيه. سوره الفاتحه يا جماعه هي من اعظم السور ومن السور المميزه اللي النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حديث ان هو اقر الرقية بالفاتحة أو وافق على الرقية بالفاتحة. فالفوائد بإذن الله اللي هتتحقق معك بعد ما تطبق الفايدة، أولا بإذن الله الشفاء من كل داء، ثانيا زوال الهم. لو أنت عندك هم، عندك مشاكل، عندك ديون، عندك أزمات، عندك تعطلات، بإذن الله الفايدة دي والصورة دي بإذن الله هتبقى قوية في زوال الهم من عندك نهائيا. لأن الفايدة دي يا جماعة مفيدة جدا في علاج التعطلات، منها تعطيل الزواج، منها تعطيل الرزق، وغيره من التعطيلات اللي بتواجهك باذن الله. طيب ابدا الفايده دي ازاي يا عبد الله؟ انا عايز طريقه ابدا بيها الفايده واعمل بيها الطريقه. هبدا باذن الله احبابي في ذكر الفايده وذكر تفاصيل الفايده. بس قبل ما ابدا في ذكر التفاصيل، اتمنى لو انت جديد في القناه تشترك في القناه، ولو انت معايا قديم في القناه اضغط على زر اللايك وادعي لي دعوه في التعليقات بالتوفيق. ويلا بينا يا احبابي نسمي الله ونبدا في ذكر التفاصيل والفائده بالكامل ان شاء الله. طبعا الفائده دي يا احبابي من الفوائد التي ممكن تعملها في اي يوم، يعني انت ممكن تعمل الفائده دي في اي يوم من الايام. لكن اهم خطوه قبل ما تبدا في فعل الفائده دي محتاج منك امرين: ان تكون طاهر الثياب والبدن، وثانيا ان يكون عندك النيه قبل ان تفعل الفائده في الحاجات اللي انت عايزها. يعني مثلا انت هتعمل الفائده دي عشان الشفاء من الامراض الروحانيه، فبتعملها بهذه النيه. او مثلا انت تعمل فايدة دي بنية الحصول على ثمرات سورة الفاتحة الكثيرة، فبتعملها بهذه النية. انت بتعمل فايدة دي بنية قضاء حاجة معينة، فبتعملها بهذه النية. يعني تحط نية الحاجات اللي انت عايزها قبل ما تبدأ في فعل الفايدة اصلا. تيجي في جوف الليل بإذن الله، واول حاجة بتعملها بإذن الله وانت جالس ومتوجه الى الله عز وجل في جوف الليل، هي ان انت بإذن الله بتقرأ سورة الفاتحة 100 مرة. بتقوم بإذن الله عز وجل بقراءة سورة الفاتحة 100 مرة. بعد ما تقرا سوره الفاتحه باذن الله 100 مره هنيجي للخطوه الثانيه ان شاء الله، وهي انت باذن الله بتقرا سوره الشرح 7 مرات. يبقى اذا دلوقتي عندك خطوتين: سوره الفاتحه 100 مره، بعدها سوره الشرح 7 مرات. بعد كده ان شاء الله بنيجي للخطوه الثالثه في الفايده، وهي انت بتقول الاسم العظيم ده 66 مره، والاسم باذن الله اللي هتقوله هو يا الله. بتقول يا الله 66 مره. بعد كده باذن الله بنختم الفايده خالص ان انت بتدعو الله عز وجل بما تتمنى، يعني بترفع يدك هكذا ثم تطلب من الله عز وجل ما تريد وما تتمنى، وابشر باذن الله مهما كانت حاجتك او مهما كانت امنيتك فباذن الله تتحقق. فبس كده يا احبابي يكون الفيديو خلص، اتمنى تكونوا استفدتوا منه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.